قبل يومين نحن كنا محطين على قناة دبي على أذان الفطور أي. المغرب أي. وسمعنا يأذن قناة دبي ونحن تحرينا أن الأذان أذان أبو ظبي، مع العلم أن نحن ما نسمع عندنا الأذان بعيد، وفطرنا أي. بعد ما فطرنا بدقيقتين تقريبا أذن أي. أذن التلفزيون أو المساجد؟ المساجد أي. هل يعتبر الصوم صحيح ولا؟ والله يا بنتي يبدو فيه نوع من التساهل في الصوم، فالأولى أن تقضوا يوما بدلا الأولى.